حبيبتي أميرة؟ رنا خير خير خير. شو صاير؟ أنت منيحة؟ لا أنا ماني منيحة ومقهورة كتير. أصلاً توقعت هالشي لأنه صوتك على الموبايل ما كان منيح. أوف شو صاير معي؟ قيلي بسرعة يلا بدي أعرف. طارق عم يخوني وأنا متأكدة هالمرة. حاجتك بقى عن جد متأكدة؟ أي متأكدة. أي بس مو قلتيلي أموركم منيحة وإنكم مبسوطين مع بعض؟ من وين طلعتيلي بهالشغلة يعني؟ شفت رسالة بموبايل طارق. إيه ومن مين وشو مكتوب؟ رسالة من شركة طيران شاري تذكرتين لجزيرة بالي. بس لا تكوني غلطانة حبيبة قلبي. يا ريت لو كان هيك، بس هالمرة أنا متأكدة في وحدة تانية بحياة طارق. لك الله يلعن هالحظ، بهذا التاريخ عندي اجتماع مهم مع جونيل بيك. اخ يا طارق اخ، ليش ما شفت مواعيدي قبل ما احجزهم؟ شو بدي ساوي هلا؟ خدي حبيبتي. خلص بكفي حاجة تبكي. بعدين بركي فهمان الموضوع غلط، انتي بركي طارق بيك حابب يعمل لك اياها مفاجأة وشاري التذاكر لحتى تروحوا مع بعضكم، ولا ما بيعملها؟ لا مستحيل. وليش ليكون مستحيل؟ انتي حكيتي معه بالموضوع؟ شو اللي خلاكي تكوني متأكدة؟ انا متأكدة لانه موعد الحجز بعد ولادتي بيوم، يعني أكيد بيعرف أنه ما بقدر سافر على جزيرة بالي وأنا بهديك الحالة. أنا متأكدة أنه في وحدة تانية بحياته، بس مين هي؟ لازم أعرف مع مين عم يخوني وإلا رح جن. من مبارح وأنا عم فكر بالموضوع، مين هالمرة الحقيرة يلي حابة جوزي؟ معقول تكون شي وحدة بعرفها؟ طول الوقت وأنا عم فكر بهالموضوع بس ما عم لاقي جواب، وحتى لما نام بشوف كوابيس. بترجاكي ساعديني بهالموضوع. طيب وشو فيني أعمل لحتى ساعدك؟ ما بعرف، بركي كانت شي وحدة من الشركة. فكري لو سمحتي، مين هالمرة اللي عم تحاول تسرق زوجي مني؟ ما بعرف. معقولة ما في ولا وحدة عم تخطر ببالك؟ يعني مثلا بالشركة عم تلاحظي انه في وحدة صايرة كتير عم تتقرب من طارق؟ بتعرفي؟ هلأ تذكرت شغلة يمكن عرفتها. مين؟ رنا مشان الله حكيلي. يا عم نشي لوشي؟ كيف يعني؟ ما بعرف بس عم يلمع ومبين كأنك صغرانة كم سنة. عكل إن إذا فعلا عاملة فبرافو عليك، طالعة حلوة. يعطيك العافية رنا. يلا أحكي ولا تخبي عني، مين هي اللي ممكن يكون عم يخوني معه؟ سكرتيرة يعني فيليز. شو؟
تعالي فيليز. خير قال طلبتني طارق بيك. مو في عندي اجتماع مع جونيل بيك تذكرتي؟ تاريخه بعيد شوي. اي بدي اياك تأجليه فورا لانه بهذا التاريخ رح كون بمعرض برات البلد، يعني أجليه شي 10 ايام او اسبوع. ماشي طارق بيك، بدك شي تاني؟ لا شكرا لك. شو خلاكي تشكي بالسكرتيرة فيليز؟ شو صاير بيناتهم؟ احكي لي كل شي بتعرفيه رنا. والله ما بعرف شي، بس لما قلتي لي فكر بالموضوع قلت يمكن هي. كيف يعني؟ يعني بصراحة ما في شي واضح، بس لما انتي قلتي لي فكر باللي بالشركة فورا فيليز خطرت على بالي. ايه طبعا بتعرفي كتير منسمع عن هالشغلات، العلاقة بين المدير والسكرتيرة، واحيانا منحس انهم كتير مقربين من بعض، بس طبعا انا ما بدي اظلمها للبنت. بس الانسان بيحس. ايه مزبوط هالشي. ما عم صدق بالمرة فيليز لكن هي، مع اني كنت بوثق فيها لهالبنت. بكل حياتي ما كنت بتوقع مثل هيك شغلة. ايه حبيبتي اميرة، للأسف هي الحياة، يعني الإنسان ممكن كتير يتعرض للخيانة وينجرح من شخص ما يكون متوقعه. أي معك حق. طيب هلأ أنتي شو عم تفكري تساوي؟ يعني شو في ببالك؟ عم فكر روح على الشركة هلأ، بدي شوف بعيوني شو اللي عم يصير هنيك، ما بدي ساوي شي قبل ما أتأكد من الموضوع. ايه عن جد معك حق، هذا الصح يا روحي. أهلا وسهلا أميرة خانم، قربت الولادة أكيد متحمسة. أي وحتى كتير. طيب وأنتي؟ أنتي متحمسة شي؟ ما فهمت. مو كل ما أجيت لهون فورا بتصيري تسأليني بخصوص الولادة؟ يعني كتير مهتمة بالموضوع، لهيك عم بسألك إذا كنتي متحمسة مثلي. بصراحة أنا طارق بيك موجود بغرفته هلأ، طبعاً إذا ما بدك تروحي لعند أخوكي بالأول. بعرف أنه طارق بغرفته. طلبي لي صودا سادة. تعرفي في أكلات بتضايق بفترة الحمل، وبظن الصودا منيحة. Çaresiz yaşarım, kırkışlar geçmez mi var?